قسطراء. وش تل؟ هذه ما هي لي القصيدة، هذه هذه الشاعر الكبير الكبير الله سبحانه وتعالى عبد الله بن عون. الله الله نعمه. لأن سمعتها اليوم الصبح سجلها. أبد ما جبها جبها لنا. أنت عاد أبي أجيب منها أبيات لأنها طويلة قصيدة. اسلم. يا من لقلبان يسج فيه دولاجه من هاجس بالظما يرقم يدرجها في مازل عن جميع الخلق وازعاجه مسمع من الناس لو تكثر لجايج ما غيره جست قول مضيع حاجه واخذ وسند على روحي وهرجها ودوج لو كان ما رجلي بدواجه أدلها النفس لنا الله يفرجها. سلامتك.